الأخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والنيل الأخبار، فأهلا بكم. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع مشروعات العاصمة الإدارية ويوجه بالتعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة. المستيرال المصرية تفتح أبوابها كمستشفى ميدانية على شواطئ ليبيا لدعم متضرري الإعصار، والأمم المتحدة تحذر من انهيار سدين قرب مدينة بنغازي. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يشارك غدا في قمة أهداف التنمية المستدامة. أهلا بكم، ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس، المالية تعلن استحقاق حزمة الحوافز للعاملين بالدولة والمعاشات من أول أكتوبر. الأخبار بالتفصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من إمكاناتها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية. هذا وقد شهد السيد الرئيس أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما، كما قام بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمد الصاوي النائب العام السابق. قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عاما. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري. وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثاراً للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المعنية لضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للحجاج المصريين. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج للتنسيق بشأن بدء الترتيب لموسم الحج المقبل.
واستعرض الاجتماع استعدادات وزارات الداخلية والتضامن والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها. كما تناول الاجتماع الخدمات اللوجستية التي ستقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة، حيث استعرض وزير الكهرباء في هذا الصدد ما يتم من تنسيق وتعاون مع وزارة البترول للتخطيط وما تم بشأن إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040. وصلت إلى ليبيا حاملة المروحيات مسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا. هذا وتواصل القوات المسلحة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم جميع جهود الإنقاذ في دولة ليبيا الشقيقة. كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت أوامرها بتحرك قوافل محملة بمساعدات إنسانية ومواد إعاشة وأطقم إغاثة وعربات إسعاف ومعدات هندسية لتحميلها عبر حاملة المروحيات مسترال إلى الشعب الليبي الشقيق لمواجهة كارثة الإعصار المدمر دانيال. في سياق ذاته غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار بنين الدولي في مدينة بني غازي، حيث تحمل الطائرة على متنها 40 طن من المساعدات الغذائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا، بينما غادرت طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار دانيال. من جانبها أعلنت كندا تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لليبيا بالإضافة إلى 10 ملايين دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي تعد كندا إحدى الجهات المانحة له لمعالجة الأزمة. هذا وقد نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنا بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل. وقال شكري إن الهلال الأحمر الليبي لم يصرح بشيء بشأن تلك الأرقام، معتبرا أنها تربك الوضع وخاصة ذوي المفقودين. كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنا شرق ليبيا إلى 11,300 قتيل، فضلا عن اعتبار أكثر من 10,000 في أعداد المفقودين. كما اعتبرت الأمم المتحدة الوضع الإنساني قاتما خاصة في درنا التي تعاني من مشاكل حادة في الماء النظيف والغذاء.
قال الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بحصر الأضرار في مدينة دارنا أن العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات يقدر بنحو 1500 مبنى من إجمالي 6000 مبنى في المدينة. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ محاولة العثور على القتلى والمفقودين جراء إعصار دانيالا، حيث تم إزالة أكوام الركام ووضعها على جوانب الطرق الخالية، إضافة إلى رفع كميات من المعادن وأجزاء من حطام السيارات التي تحطمت بسبب الإعصار، وذلك في محاولة لإفساح المجال أمام فرق الإغاثة للعثور على جثث الضحايا والمفقودين. وفي الوقت ذاته حذرت الأمم المتحدة من الوضع المتهالك لسد وادي غازا وسد القطارة الواقعين قرب مدينة بني غازي، لافتة إلى مخاوف من انهيار سد جديد مدمر في المناطق الشرقية من ليبيا. كما تحدث تقرير الأمم المتحدة بأن السدين غمرتهما المياه بشكل سريع، وهما سد وادي غازا الواقع بين درنا وبني غازي وسد القطارة قرب مدينة بني غازي، ما يثير مخاوف جديدة بشأن انهيار مدمر لسد آخر. يشارك وزير الخارجية سامح شكري غدا في قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك شكري أيضا في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى، حيث سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت القادم، كما سيشارك في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي، ومؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية، والاجتماع الثلاثي مصر وقبرص واليونان. وضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تشارك وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط في مؤتمر قمة الطموح المناخية. وتمثل مشاركة مصر في القمة تأكيدا على الخطوات المتتالية للدولة لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لا سيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي للتحرك نحو عالم متعدد الأقطاب يخدم البشرية جمعا. وأكد أمين عام للأمم المتحدة في بيان له أن العالم يحتاج إلى العدالة المناخية مثلما يحتاج إلى العدالة المالية، مضيفا أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تقدم المبلغ الذي تعهدت به والذي يبلغ 100 مليار دولار. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تتمكن قمة الطموح المناخي من تحقيق تقدم حقيقي، داعيا الدول التي ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 والمقرر في نوفمبر القادم إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي ناصرته مجموعة 77 وسلم. ومتواصلون معكم من التلفزيون المصري، ونتابع بعد قليل. الاتحاد الأوروبي يطرح خططا لمساعدة إيطاليا بشأن الهجرة، وميلوني تدعو الأمم المتحدة للتدخل بشكل أكبر لمواجهة الأزمة. وروسيا تؤكد استهدافها مركزا عسكريا لإصلاح المدرعات بخاركييف، وأوكرانيا تؤكد أنه منشأة مدنية.
أهلا بكم من جديد. تجددت المعارك في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم، حيث هجمت قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي مقر القيادة العامة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب من مبان عدة في قلب العاصمة. وفي ولاية كردفان غربي العاصمة تبادل الجيش وقوات الدعم السريع القصف المدفعي بحسب ما أفاد به شهود العيان. يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل معرض أهلا مدارس لعام 2023 بمحافظة الجيزة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفر أفضل السلع بأسعار مناسبة بأنحاء الجمهورية. ومتابعة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل أخبار مصر هشام حامد. هشام، يعني ما هو المتاح من منتجات مختلفة في معرض أهلا مدارس ونسب التخفيضات أيضا؟ نعم، يعني كما ذكرتي نحن في انتظار وصول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى المعرض الرئيسي لاهلا مدارس بمحافظه الجيزه في منطقه فيصل. هذا المعرض الذي يقام في كل محافظه معرضا رئيسيا والعديد من المعارض الفرعيه. محافظه الجيزه تضم معرضا رئيسيا كبيرا في منطقه فيصل واربع معارض فرعيه في مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه للوصول لاكبر عدد من المواطنين في كل محافظة. بالنسبة للسؤال، يعني نسب التخفيضات في معارض أهلا مدارس تتراوح بين 20% إلى 50%، وهذا المعرض يضم العديد من السلع المتعلقة بالمستلزمات وأيضا المنتجات الغذائية وأيضا السلع الأساسية الاستراتيجية مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من المنتجات. يعني كما ذكرت هناك العديد من المعارض في جميع محافظات الجمهورية، هناك نحو 58 معرضا رئيسيا في عموم محافظات الجمهورية، 132 معرضا فرعيا و32 شادر و84 سيارة متحركة تعمل كمعارض لأهل المدارس، كمعارض يعني متحركة. هذا المعرض أيضا الحكومة والقطاع الخاص حيث كل محافظة بتوفير قطعة الأرض، وأيضا الغرف التجارية تقوم بإنشاء وإدارة هذه المعارض. أشكرك جزيل الشكر هشام حامد مراسل أخبار مصر على هذه المتابعة. أدهنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، لا سيما الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة لعشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وأدائهم لطقوس تلمودية وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية. يأتي هذا عقب اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن قوات الاحتلال سمحت بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسيا إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط. ودعت فون دير لاين دول التكتل إلى استضافة قسم من المهاجرين الوافدين، كما عرضت خططا طارئة من 10 نقاط لمساعدة إيطاليا تهدف إلى تحسين إدارة الوضع الحالي من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا. من جانبها أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بشكل أكبر في مواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بالمهاجرين.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا، إلا أن الوزارة لم تذكر موعدا لهذا القصف كما لم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأنه. من جانبه أشار حاكم مدينة خاركيف إلى أن روسيا استهدفت منشأة مدنية بأربعة صواريخ من طراز S-300 أثناء القصف. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الكندي بيل بالير إن بلاده ستساهم ب 33 مليون دولار كندي، أي ما يعادل 24.5 مليون دولار في شراكة تقودها بريطانيا، وذلك لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة. وأوضح وزير الدفاع الكندي أن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهد بها رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لأوكرانيا في يونيو الماضي. أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا لتصبح أول سفينتين تستخدمان ممرا مؤقتا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الإفريقية والأسيوية. أوضحت الهيئة أن السفينتين وصلتا إلى ميناء تشيرنومورسك جنوبية أوديسا. يذكر أن أوكرانيا كانت قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن ممر إنساني في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 22 وتفادي الحصار المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينان قوله إن بلاده وأذربيجان بإمكانهما التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية العام، وأن يرفان تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك. وكالة تاس نقلت أيضا عن باشينان قوله إنه من غير المرجح توقيع أي وثائق خلال لقائه مع رئيس أذربيجان إلهام علياف في أكتوبر القادم. دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية دعا الصين إلى تقديم مزيد من المعلومات حول أصول فيروس كورونا، موضحا استعداد المنظمة لإرسال فريق ثان إلى بكين للتحقيق في الأمر. وقال تيدروس إن منظمة الصحة تحث الصين لمنح المنظمة وصولا كاملا لتحديد أصول كورونا. جاءت تصريحات أدهانوم في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا. أعلن دكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر هذا العام في مؤتمر صحفي، حيث وصل الحد الأدنى لكلية الطب 96%. وأشار رئيس الجامعة إلى افتتاح عدد من الكليات الجديدة التي تدخل التنسيق هذا العام لأول مرة لخدمة المجتمع. دعوني أبدأ بتهنئة أبنائنا الطلاب والطالبات الناجحين في مرحلة الثانوية الأزهرية، أهنئهم وأهنئ أولياء أمورهم بالنجاح والتفوق وأن يواصلوا في جامعة الأزهر تعليمهم. أكثر من 70,000 طالب وطالبة تقدموا برغباتهم لمكتب التنسيق بجامعة الأزهر من الناجحين في الثانوية الأزهرية، ليعلن الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر نتيجة التنسيق هذا العام ليصل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 96.15%. كليات طب بنين وبنات القاهرة راعينا توحيد الحد الأدنى بين البنين والبنات، لأنه حتى لا يكون هناك تفرقة. الحد الأدنى للبنين والبنات في طب القاهرة يعني كم احنا اخذنا كم السنة دي يعني 96.96، تجاوزنا 96%، وانتهينا بطب أسيوط 94.77. فكليات الطب يعني في اطار هذا الحد الادنى.
أيضا كليات طب الأسنان وكليات الصيدلة حاولنا هذا العام أن نسير على السياسة الموحدة وهي توحيد الحد الأدنى حسب التوزيع الجغرافي للكليات الجامعة على المستوى العام في الجامعة. توحيد الحد الأدنى طبقا للتوزيع الجغرافي قواعد تنسيق جامعة الأزهر هذا العام ليصل الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 91% والصيدلة بنين وبنات القاهرة 93%. مؤشرات التنسيق والحدود الدنيا بالنسبة لكليات القمة تقريبا هي نفس الحدود بتاعة السنة اللي فاتت، ربما دوت ادانا أعداد أكبر في الكليات بصفة عامة، ولكن عموما دوت شيء كويس بالنسبة للطلاب. حيتم تعديل الترشيح داخل إلى الكليات بنسبة 10% من إجمالي التحويلات، أعلى 10% حيقبلوا تحويلهم طبقا للتوزيع الجغرافي والحد الأدنى للمجموع إن شاء الله. كليات جديدة لجامعة الأزهر تدخل التنسيق هذا العام تتمثل في كلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد وكلية التمريض بأسيوط ودمياط لتضاف إلى الصروح العلمية للأزهر الشريف. أحمد ممدوح، التلفزيون المصري. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مرشدي قناة السويس نموذج يحتذى به في الوطنية والانضباط والكفاءة، ويتمتعون بسمعة ومكانة مرموقة في قطاع النقل البحري العالمية. وخلال احتفالية الهيئة بالذكرى 67 لعيد المرشد أشاد ربيع بالأداء الوطني والعطاء المخلص والقدرة على مواجهة التحديات ما حافظ على أمان واستدامة الملاحة بالقناة، خاصة في ظل تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنوات الأخيرة. وعلى هامش الاحتفالية كرم رئيس هيئة قناة السويس مجموعة من المرشدين من أصحاب الكفاءات والعطاء المتميز في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس، كما كرم مجموعة من النماذج المشرفة من إدارة الترسانات التي أظهرت تميزا في أعمال الإنقاذ البحرية. كان قرار تأميم قناة السويس الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 من يوليو عام 1956 تعبيرا عن رغبة مصرية جادة في استعادة كل ثرواتها وطاقتها المنهوبة، لكن مصر واجهت مؤامرات كثيرة لعرقلة هذا القرار. ولعل الحلقة الأبرز في هذه المؤامرات هي الانسحاب الجماعي للمرشدين الأجانب في 14 و15 من سبتمبر عام 1956، لكن المرشدين المصريين كانوا كلمة السر في حسم معركة التأميم وأحبطوا المؤامرة. وكانت الإدارة الأجنبية لقناة السويس في ذلك الوقت تعتقد أن المرشدين الأجانب هم السبب في نجاح العمل في القناة، وأن المصريين لن يستطيعوا إدارتها دون مساعدتهم، ومن أجل ذلك اتخذت قرارها بسحب المرشدين والموظفين الأجانب دفعة واحدة. وبدأت المسرحية، انسحب المرشدون والموظفون الأجانب وجلس بعضهم في النوادي المطلة على القناة ومعهم مراسل الصحف الأجنبية الذين تجمعوا ليسجلوا الحدث المتوقع بتوقف الملاحة في قناة السويس. القرار يعكس مؤامرة على السيادة المصرية، لأن فشل المرشدين المصريين في إدارة قناة السويس كان سيؤدي إلى اضطراب العمل وتوقف الملاحة في القناة، وهو ما يشكل خرقا صريحا لاتفاقية القسطنطينية، وبذلك لا يكون أمام القوات البريطانية والفرنسية سوى فرض إرادتها بالقوة على مصر واللجوء إلى تدخل تحت ذريعة إعادة الملاحة في القناة. وجاءت لحظة الحقيقة لتفشل المؤامرة ويتحول الحدث إلى ملحمة بطولية بفضل الإدارة المصرية التي كانت قد أعدت العدة لذلك، حيث أظهر المرشدون المصريون كفاءة أبهرت العالم في إدارة المرفق الملاحي الأهم عالميا. ومن أجل ذلك اتخذت مصر وهيئة قناة السويس والمرشدون عيدا لهم ليصبح عيد المرشد يوم انتصار الإرادة المصرية. محمود العزالي، التلفزيون المصري. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد سليمان. We'll be right back.
أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، وخلال الاجتماع طلع رئيس الوزراء على جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية لتطوير صناعة الأثاث، واستعرض مدبولي المقترحات الخاصة بتطوير الصناعة، والتي من بينها إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان افتح ورشتك. وناقش الاجتماع عددا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن إنشاء شركة بيع بالتجزئة داخل المدينة تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الأخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الأعمال، وكذا دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي. أكد وزير المالية أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فورا انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من الشهر نفسه. وأوضح وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحيث يستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه. كما أوضح الوزير أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة معاش إلى 600 مليون جنيه بتكلفة سنوية تقدر ب 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمين والمعاشات. تنطلق غدا بمدينة شرم الشيخ مؤتمر التأمين وإعادة التأمين في دورته الخامسة، والذي يعقده الاتحاد المصري للتأمين لمدة 3 أيام، ويشارك فيه خبراء ومتخصصون في مجال التأمين من العديد من الدول العربية والأجنبية. والمزيد من التفاصيل حول المؤتمر تنضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مراسلة أخبار مصر لمياء موافي. يعني لمياء، بعد التحية، هل لك أن تطلعين على أبرز الاستعدادات للمؤتمر وأهم الملفات المطروحة على مائدة النقاش؟ بالفعل أتم الملتقى الخامس للتأمين كافة الاستعدادات لانطلاقه غدا بمدينة شرم الشيخ. المؤتمر بيعقد تحت رعاية مجلس الوزراء، ويفتتحه دكتور محمد معيط وزير المالية ودكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. المؤتمر بيشارك فيه 1000 شخصية من 33 دولة بيناقشوا التحديات بتواجه صناعة التأمين حول العالم، خاصة في ظل يعني المخاطر البيئية والكوارث البيئية اللي بيواجهها العالم حاليا. انا معايا الاستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين، هيكلمنا اكتر عن محاور المؤتمر هذا العام. استاذ علاء، لو كلمتنا عن المؤتمر السنه دي، وانا شايفه المشاركه اكتر واكتر من السنه اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني عندنا السنه دي اكتر من 980 مشارك، عندنا 33 دوله، عندنا 64 متحدث، عندنا 5 جلسات هيتم فيهم مناقشه موضوعات بتهم سوق التأمين المصري، أسواق التأمين العالمية. عندنا الحقيقة رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور لبعض السادة الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور نيفيل الكباج وزير التضامن الاجتماعي، عندنا ممثل لوزارة الهجرة السفير عم عباس مساعد وزيرة الهجرة، عندنا اللواء كامل فودة اللي هو خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عندنا الحقيقه رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه الدكتور محمد فريد، ونائب رئيس الهيئه الدكتور اسلام عزام، في حضور الحقيقه الحكومه ممثله بشكل كبير. وعندنا الحقيقه زي ما قلت 33 دوله هيناقشوا اهم الموضوعات اللي بتواجه صناعه التامين. ويمكن السنه دي احنا مركزين قوي في المحاور بتاعتنا على الحاجات اللي هي بنسميها هوت توبكس. يعني احنا عندنا القطاع العام ومنظومة التأمين الصحي الشامل حاجة بتهمنا جدا كمصريين كلنا، القانون اللي طلع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
احنا عندنا محور مهم جدا هنناقش فيه ازاي يكون في شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وازاي احنا كقطاع تامين نقدر نساهم في نجاح هذه المنظومه. يعني القطاع الخاص داخل في منظومه تامين الصحي الشامل. ده اللي احنا هنناقشه في الجلسات، نتمنى يكون لنا تواجد. نعم. طبعا يعني، لكن احنا هنقدم ايه الحلول اللي حصلت في العالم كله، واحنا ازاي كقطاع تامين نقدر نساعد بحل. كمان عندنا موضوع مهم جدا وحضرتك اشرتي اليه، الموضوع الكوارث البيئيه والمخاطر والزلازل. احنا عندنا الحقيقه حصلت زلازل في تركيا، في سوريا، في المغرب، شفنا الاعصار في ليبيا، فده كله الحقيقه خلانا نحط محور يتكلم على الاخطار الطبيعيه وعن اهميه مواجهتها ومواجهه التغيرات المناخيه عن طريق شركات تامين ووثائق التامين. نعم. التامين ده الحقيقه محور هنتكلم فيه. عندنا محور هيتكلم على التطور التكنولوجي في التامين والتحول الرقمي، وازاي نستغل ده في تحقيق الشمول التاميني والشمول المالي اللي هي بتهدف ليه الدوله. ازاي احقق الشمول المالي واحاول اعمل تغطيه تامينيه كبرى في ظل يمكن اوضاع تعتبر اوضاع اقتصاديه صعبه بالنسبه للبعض، يعني كيف ترون حل هذه المعضله؟ الحقيقه احنا يعني عندنا لازم نكون متفقين على حاجه، ان سوق التامين المصري اشتغل من 2017 على وثائق هامه جدا ومنتجات هامه جدا، هي منتجات تامين متناسقه. التامين المتناسقه ده بيمكننا احنا نوصل لاعداد كبيره جدا من الفئات اللي كانت محرومه من التامين، ويمكنها انها تقدر يكون عندها وثائق تامين. الحقيقه الفئات دي كانت مش قادره تشتري وثائق تامين لان وثائق التامين بطبيعتها الوثائق بتاعتها غاليه. احنا اللي عملناه ايه؟ عملنا وثائق تامين منتجات كويسه جدا باقساط مريحه جدا، يعني ممكن تكون القسط كله في السنه من 60 ل 100 جنيه، يدي تغطيه كويسه جدا للفئات دي، وابتدينا فعلا نشتغل عليها من 2017 وعملنا مؤتمرات علشان نفهم الناس ونوعيها يعني ايه التامين متناهي الصغه. نعم. لما قدرنا نوصل. نعم. لمنتجات النهارده بقى عندنا 9 منتجات تامينيه للتامين متناهي الصغه، وابتدى يكون عندنا اكثر من 7 مليون عميل في التامين متناهي الصغه، دول كلهم الحقيقه بيخشوا في منظومه الشمول المالي والشمول التامين. يعني بالفعل تنطلق غدا فعاليات الملتقى الخامس للتأمين بمشاركة كبيرة جدا من خبراء التأمين من عدد كبير من الدول العربية والأجنبية. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو. نعم، زميلة لمياء موافي مراسلة الأخبار من مدينة شرم الشيخ، شكرا على هذه المداخلة وعلى هذه التغطية، كنت معنا على الهواء مباشرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، وشدد مجلس الوزراء على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل إلى المعدلات المستهدفة، وذلك بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والعربية والأفراد الأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي جيك 30 بنحو 7% مغلقا قرب مستوى 19670 نقطة، وارتفع المؤشران اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 بنسب تراوحت ما بين 4% و7%، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه. بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس ومن جديد مع الزميلة هبة فهمي. أهلا بكم والنشرة الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل واتجاه الرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن التوقعات لثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. القاهرة الاثنين 23/34، الثلاثاء 23/32، الأربعاء 22/32.
ونذهب إلى شرم الشيخ الاثنين 27-37، الثلاثاء 27-37، الأربعاء 27-36. أما الأقصر الاثنين 24-39، الثلاثاء 25-41، الأربعاء 25-40. ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية نقرأها كالتالي: القاهرة 23-34، الإسكندرية 24-31، دمياط 24-31، بورسعيد 24-31، العريش 23-32، رفح 24-31، إسماعيلية 22-35، السويس 24-34. أما مطروح 21-30، وادي نطرون 24-34، المنصورة 24-33، طنطا 24-34. دمنهور 24-33، سانت كاترين 25-31، الغردقة 27-38، شرم الشيخ 27-37، الفيوم 24-35، المنيا 21-34، أسيوط 22-34، سوهاج 24-36، قنا 25-38، الأقصر 24-39، الوادي الجديد 21-38، أسوان 26-40، حلايب 28-33، الشلاتين 26-36، أبو رماد 28-34، رأس حدربة 29-33. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتابع مشروعات العاصمة الإدارية ويوجه بالتعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة. المستقلة المصرية تفتح أبوابها كمستشفى ميدانية على شواطئ ليبيا لدعم متضرري الإعصار، والأمم المتحدة تحذر من انهيار سدين قرب مدينة بنغازي. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يشارك غدا في قمة أهداف التنمية المستدامة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.